الذي يهمنا اليوم هو كذلك تعيين عميد ممتازة وطال طال الأمد وكل الحمد لله الأستاذ بوكا حسان قام بدور مهم وهو كان عميدا بالنيابة فقط وأهنئه أن اللجنة قد اختارته من بين الثلاث وعلى رأس الثلاث ولم يكن الوزير إلا أن يزكي هذا الخيار والخيارات التي تمت كلها تمت في إطار الموضوعية وفي إطار معايير الوزير تقدم له اللجنة ثلاث أسماء من حقه أن يختار أي اسم من بين الثلاثة وهناك بعد مواقع قالت هناك استحواذ العدالة والتنمية على الجامعة أقسم لكم بالله ولا واحد من العدالة والتنمية عين من بين 15 الذين عينوا ليس أن الوزير رفض أو ذاك المعايير التي حددت معايير لا تخضع بتاتا للمنطق السياسي نحن في إطار الجامعة سيس على حساب العلم وعلى على حساب القوى جريمة في حق المجتمع ولا أحد ليس رفضا أو إقصاء ولكن المعايير التي وضعت هي التي اعتمدت أي نائب عميد هي عميد مارس بالنيابة ولم يصلنا مشكل من طرفه تجدد في الثقة لأنه مارس دون تعويض ودون أي شيء يعني أستاذ عندما احتاجته الجامعة اشتغل متطوعا ولكن عندما جاء التمكين يرفض دون سبب إذن كل جامعة المغرب في المكان شيء عميد بالنيابة وما جاش شيء ملف يعين ولو يكون تات لا اللي احتاجيناه اشتغل معنا اختيار من بين الثلاث حق الوزير إذا التجربة اللي عنده تجربة وفكرة التجربة ديالو لا بيجي شي مشكل يخطأ إذن هذه المعايير التي من كتب أنني رفضت أعضاء من الحزب ما رفضت ما زكيت الله شاهد عنا اللي كيستحق ممكن نخطو الخطأ بل أدب ولكن في 15 اللي جاو رغم فيهم ناس من العدالة ما اختاريتهمش لأن ما إلا كان الأول أحسن من الثاني ولا كان أحسن من الأول التجربة المعايير الموضوعية